الرياضة صراحة ما تعلمتها في الأول كهواية، كنت غير كنحرك لي بيس يعني كيف ما كيشوفوا الناس كامل شطرنج، ولكن بعد ما كتعرف بزاف ديال الحاجات اللي كتزيد في الحياة وكتزيد عند الشخص كتهتم بها أكثر، مثلا لا كونسونطراسيون التركيز، بحكم بأن كل مباراة ديال الشطرنج كيف ما سبقت قلت كتكون فيها تقريبا 7 ديال الساعات، يعني بين 3 حتى 7 ديال الساعات، وفي أي ساعة من ديك الساعات هذوك إلا مشات لك لا كونسونطراسيون ديالك تخسر لا بارتي كاملة. دونك الحاجه الاولى لا كونسونطراسيون، الحاجه الثانيه جيستيون دو طون يعني تقسيم ديال الوقت، كنلعبوا بالساعه والا ما قسمتيش الوقت ديالك مزيان تخسر المقابله. دونك الا تعلمتي تقسم الوقت ديالك في الحياه فالشطرنج تقسم الوقت ديالك في الحياه، دونك عنده واحد العلاقه. جيستيون دو ستريس، الا كنتي كتعصب ودغيا كتمانيبيولا بلي زيموسيون ديالك فاسيلمون تخسر في الشطرنج، دونك هادي الواحد كيتعلم يتحكم في المشاعر ديالو خصوصا في بعض المحطات المهمه في الحياه وإلى آخره، يعني من ناحية الانتويشن ديالك كترجع الانتويشن ديالك كترجع سبونتاني أكثر، بزاف ديال الحوايج كيعلمك الشطرنج. انا كنشوف الشطرنج فيه بزاف ديال الفوائد وانا تعلمته بالصدفه، ما بغيتش زعما الناس يتعلموه تما بالصدفه، حيت ما كنشوفوا بزاف ديال الدول ديال العالم، مثلا ناخذوا بسبب المثال ارمينيا روسيا، كيبداو الشطرنج على سن 3 سنوات وكيبداو معمم جميع المدارس، واللي بغى يتعلم الشطرنج غيجبر المدرسه ديال الشطرنج، كاين اكاديمي ديال الشطرنج. باغ كونط في المغرب ما كاينش واحد لا ستركتور، دونك انا الرساله ديالي هي بغيت تكون واحد لا ستركتور، والحمد لله انا بديتها، وعلى الله تكون نماذج اخرى في المغرب في كل مدينه فيها دي اكاديمي للواحد يدخل يتعلم بصح الشطرنج بواحد الطريقه لاكاديميك، يعني ماشي نتعلموا بواحد الطريقه خاطئه ولكن نتعلموا بواحد الطريقه صحيحه.